الفنان نجاتي ششماز يساهم في القبض على أخطر منظمة إجرامية في تركيا، فما هي تفاصيل الحكاية؟ انتشرت أخبار خلال الأيام الماضية حول قيام الشرطة التركية بإلقاء القبض على أخطر منظمة إجرامية تدعى سالارلار، وهي منظمة تضم عددا من رجال الأعمال، والذي كان من بينهم رجل الأعمال المدعو أردال أجار، فقد تم اعتقال 119 مشتبها بهم، حيث كان أحد الأسباب في الكشف عن هذه المنظمة هو الفنان نجاتي ششماز الذي قدم بشكوى ضد المدعو أردال أجار، حيث قدم معلومات مفصلة عنه بالإضافة إلى المحادثات الهاتفية التي كانت داعمة لشكوى نجاتي ششماز، حيث قامت الشرطة التركية بتنفيذ عملية مداهمة ضد منظمة سالارلار في 13 مدينة، وقامت خلالها بمصادرة مبالغ مالية كبيرة وأسلحة غير مرخصة. وبفضل نجاتي ششماز الذي لا يتوقف حتى وهو خارج وادي الذئاب، استطاعت الشرطة التركية من القبض على منظمة سالارلار، حيث تم إحالة 78 من المشتبه بهم الذين تم أخذ أقوالهم إلى محكمة الجنايات في إسطنبول. ومن ثم استدعت الشرطة التركية الفنان نجاتي ششماز وعدد من المشاهير للإدلال بشهادتهم. وقد بدت الأحداث بين المدعو أردال أجار والفنان نجاتي ششماز عندما قام أردال بدعوة نجاتي إلى طاولة الأحكام لحل مشكلة النفقة بينه وبين طليقته نجهان، إلا أن نجاتي ششماز رفض تلك الدعوة